عبدو عبد الكريم بن هانيه خدا الكره اللي لاحظوا اللقطه يعني اش كان هناك جر من عمر تحلوج على اي الصوره امامكم. قلت بان هناك تجربه كبيره ديال عبد الكريم بن هانيه. عمر تحلوج لاعب الشاب مدافع ايسر للوداد الفاسي على ان ارتكب الخطا، الحكم كان قريب من العمليه لم يتردد فالاعلان عن ضربه جزاء. الجيلاني يستعد لتسديد ضربه جزاء، عبد الدين الجيلاني كيسدد هدف اول لفائده فريق اولمبيك خريبكا. كانت تسديده قويه داخل شباك مرمى. مره اخرى نتابع تسديده بالرجل اليسرى في يعني وسط مرمى الحارس محمد امين البرقادي، اكيد انه يعني